هنا جامعة جدابية التي افتتح رئيسها الدكتور موسى المقريف اجتماعها السادسة للعام الجاري 2020 الذي تمحور حول بداية الدراسة باعتماد المحضر السابق ومن ثم البدء ببنود الجلسة المتعلقة بآلية بداية وإنهاء العام الدراسي الحالي بالإشارة إلى قرار وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية القاضي بمنح الإذن لمؤسسات التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال العام الجامعي 2019-2020. عليه عقد اجتماع مجلس جامعة جدابية وطرق السادة عمداء الكليات للعديد من النقاط المهمة لاستكمال العام الجامعي، وبعد النقاش والتحاور تم الوصول إلى بداية العام الجامعي، واستكماله حيكون بداية بكلية الحقوق، حتنطلق بإذن الله تعالى امتحانات يوم 19/9. جملة من القرارات رشحت عن الاجتماع، منها مواعيد إعلان الامتحانات للكليات، منها كلية الحقوق التي أعلنت جاهزيتها التامة واستكمال الجزء المتبقي من المحاضرات لكل كلية وطبيعتها بشرط المحافظة على الخطط الصحية والاحترازية والوقائية. في إطار كله كامل وتم تشييس كل القاعات وكل الأمور الإدارية والعلمية والفنية الخاصة بالامتحانات، وكذلك باقي الكليات لاستكمال العام الجامعي من محاضرات ومن ثم الامتحانات النهائية المعدة لذلك، بشرط أن يكون شهر نوفمبر هو نهاية الامتحانات وإعلان النتائج لاستكمال الفصل الدراسي. عقب الاجتماع تم توزيع معدات السلامة التي تستعمل عادة في الوقاية ضد فيروس كورونا على الكليات بشكل مبدئي ومحدود، وذلك للمحافظة على سلامة العاملين بالجامعة والكليات التابعة لها، كما جهزت الكليات بكامل المعدات من مطهرات وكمامات وقفازات، مواد من شأنها تعزيز ضمان سلامة الموظفين خلال الدوام.